قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورة وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا قيم 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 قيم. فواز، نورة، أرجو أن تعتنيا بياسر اليوم، فأنا متعبة. حسناً يا أمي. سلامتك يا أم فواز. سلمك الله. لا تنسيا أن تساعدا جدتكما في إطعامه بعد ساعة من الآن، ثم تغيران له ملابسه، ولا مانع من اللعب معه قليلاً بعدها. هل هذا كل شيء؟ إن أتى المساء ولم أتمكن من النهوض، أدخلاه فراشه في الثامنة أو دعوه ينام بجانب جدته. حسناً يا أمي، سوف نفعل كل هذه الأشياء. ارتاحي أنت ولا تقلقي، شفاك الله. أنا قلقة على أمي يا جدتي، تبدو متعبة للغاية. لا تقلقي، إن شاء الله سوف تأخذ العلاج وتشفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا سلك الهاتف مفصول؟ لقد بذلنا مجهودا كبيرا لنجعله ينام كما وعدنا أمي. آسف يا أبي، لقد فصلت سلك الهاتف كي لا يزعج ياسر. يبدو أنها كانت مسؤولية صعبة. حسنا، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، لقد قاما بكل ما كلفتهم به أموهما، وخمن ماذا؟ لم تحدث أي مشكلة. حمدا لله، هذا رائع، أنتما ممتازان وساعدتما أمكما. ما عدا ماذا؟ انشغلنا بياسر فلم أنجز واجبي، والآن فواز يساعدني. لا بأس، ما زال الوقت باكراً وسوف تنتهين منه. يبدو أنكم قضيتم وقتاً ممتعاً بالفعل. حسناً أيها المجتهدان، سأشارككما أنا أيضاً المتعة وأجمع هذه الألعاب، ثم نذهب جميعاً للإطمئنان على والدتكم. ها